كعب بن زهير، قصيدة البردة. كعب بن زهير رضي الله عنه هو الصحابي الجليل، أحد فحول الشعراء المخضرمين. أبوه زهير بن أبي سلمى المزني، الشاعر الجاهلي المعروف. قدم كعب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً وأنشده قصيدته، فكساه النبي بردته وهي كساء يلتحف به. قال في لاميته المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. تسعى الوشاة جنابيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. فقلت: خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. حتى وضعت يميني لا أنازعه، في كف ذي نغمات قيله القيل. إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف، عند اللقاء ولا ميل معازيل. شم العرانين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجة سرابيل. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل.